يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إمام يصلي في مسجد يوجد فيه قبر، مع العلم أنني عندما يقول في بلدنا إمام يوجد أو يصلي في مسجد يوجد فيه قبر، مع العلم أنني عندما قلت له لا يجوز ذلك قال إن القبر خلفنا وهو لا يصلي إليه، فهل قوله صحيح؟ مو بالنهي عن أن يكون أمامك القبر، النهي لا تصلي عند القبر سواء خلفك ولا أمامك ولا إلى جنبه، لا تصلي عنده، الصلاة عند القبور. فهذا المسجد مسجد لا يصلى به، لا تصح الصلاة فيه ما دام القبر ملتصقا به من أي جهة، فلا تصح الصلاة فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. نعم.